قبل كل شيء شباب، أحب أكون صريح وياكم وأقول لكم أنه الصورة مصغرة اللي شفتوها وعنوان الفيديو هي مجرد كليك بيت، يعني فقط لجذب الانتباه حتى تدخل للفيديو وتعرف شنو السالفة والحقيقة، يعني بخصوص إلغاء ربط حساب فيسبوك من لعبة كود موبايل. أوكي شباب، بالآونة الأخيرة اكتشفت أنه يعني جاء تظهر عندي أكثر من تعليقات على فيديوهاتي بخصوص طريقة يعني إلغاء ربط حساب فيسبوك من كود موبايل، يعني يريدون فيديو أو شرح بخصوص هذا الشيء. طبعا التعليقات حسب ما فهمت تقول أنه حسابي الفيسبوك مفقود أو خلينا نقول محذوف بأي طريقة كانت، نفرض يعني، وأريد ألغي الربط، أريد ألغي ربط الفيسبوك من هذه اللعبة. زين، هسه قدامكم هذا الحساب مثل ما تشوفون، هذا مربوط على الفيسبوك وعلى كود موبايل. اذا نروح على هاي العلامه مال اعدادات، مثل ما تشوفون قدامكم العلامتين هذه بالزاويه على يمينك فوق باو زين، الفيسبوك وحساب اكتيفيجن باعتبار مربوطه، يعني ما دام موجوده العلامه يعني مربوط، بانما بس اذا كان اكو سهم، مو سهم يعني، علامه زائد وصفره، فباعتبار انت ما رابطها على فيسبوك او اكتيفيشن فتربطها والله كريم. المهم، فهسه احنا تاكدنا من انه هذا الحساب مربوط على كود موبايل ويعني اكتيفيشن والفيسبوك، بس بهذا لكن بنفس الوقت حساب فيسبوك هو محذوف عندي، يعني ثاني حساب اذا تروح على الفيسبوك مالتي فقط الاصلي حسابي الرئيسي، بينما الحساب الثاني الجديد سويته حذفته فقط حتى اوضح لكم انه هذه اللعبه ما تلغي ربط الفيسبوك، يعني يبقى طبيعي، لكن فقط تقدر تدخل للعبه وتوصل لهذا الحساب مثل ما تشوفون قدامكم هذا المستوى 2 فقط عن طريق حساب اكتيفيشن، يعني سجل الايميل والباسورد وتقدر توصل لهذا الحساب، بينما الفيسبوك لا ما تقدر. ليش؟ لانه يعني اصلا محذوف، يعني ما موجود بالجهاز وانت حذفته او فقدته باي طريقه كانت، فبهاي الحاله مجرد العلامه تبقى موجوده قدامك وتقدر تدخل على اللعبة فقط عن طريق اكتيفيشن. هسه حتى اريح بالكم، يعني اذا اريد نتأكد اكثر يعني ونروح على الدعم الخاص باللعبة، اذا ما تشوفون هذه نروح على الدعم، نضغط على الدعم. طبعا اعذروني احصل الشاشة بالطول اعتقد، فتحمل شوية. اوكي شباب، هسه بعد ما دخلنا على الدعم الخاص باكتيفيشن او لعبة كود موبايل، نروح على هذا زر البحث او محرك البحث ونكتب هل يمكنني إلغاء ربط، بس تكتب هل يمكنني إلغاء ربط ويطلع لك هذا قدامك، هل يمكنني إلغاء ربط ملفي الشخصي على فيسبوك وربط ملف شخصي آخر، تضغط هنا حتى نتأكد، يقول لي لا توجد حاليا طريقة لإلغاء ربط حسابات فيسبوك، يعني ما تقدر حصريا ما تقدر تلغي ربط حساب فيسبوك من اللعبة. تمام، فأتمنى تأكدتوا، ويعني هذا بعد يعني جواب من الشركة رسمي. أوكي، وطبعا أكو هواي أسئلة تقدر تستفسر من عندها وفعلا يعني تقدر تستفاد. أوكي، هسه بعد ما عرفنا جواب الشركة بخصوص هذا الموضوع أو الدعم، يعني عرفنا إنه ما تقدر تلغي ربط حساب فيسبوك من هذه اللعبة إلى الآن، احتمال يسوون يعني بالمستقبل يعني تغييرات، وأنا بصراحة يعني جربت أكثر من طريقة وأكثر من محاولات وما صار شيء، يعني بقى نفسه هو موجود هذا مثل ما تشوفون علامة وما تغير شيء. وأيضا أتمنى تعذروني بخصوص الصورة المصغرة والعنوان، يعني قلت لكم بداية الفيديو صورة صريح وقلت فقط لجذب الانتباه حتى تعرفون يعني الحقيقة وتكونون على بينة بخصوص هذا الشيء. وبس هذا هو، وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى تكون استفاديت ولو بشيء بسيط، أعتذر مرة ثانية بخصوص هذا الموضوع الكليك بيت يعني جذب الانتباه. وبس، أخوكم كابتن رسول، I'm out. ولا تنسى تسوي لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات حتى ها صدق والكلام مالتي هذا من طبولة وين لازم أحول على حسابي الأصلي. المهم اسم الكلام ماتي كباتنز، ادخلوا حتى يصير بيه تفاعل، لسه حاليا بعشر اعضاء بقى تقريبا 20 ويقبض، فا اوكي، peace out.